اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات حنان عواد بودكاست. النهاردة كنت قاعدة عمالة بفكر، ويمكن تلاقوا نفسكم في مواقف مشابهة للمواقف اللي هقولها لكم. ان الواحد مثلا يبقى قاعد في شغله مش قادر يركز، ملان، مش عارف فيه ايه، ومع ذلك ممكن مثلا يقعد يلعب فيديو جيمز بالساعات لما يروح البيت، او مثلا مش قادر يمسك كتاب يقرا فيه او يذاكر او يركز في حاجه، وفي نفس الوقت ممكن يقعد يتصفح السوشيال ميديا اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي زي الانستغرام والفيسبوك والواتساب والحاجات دي على الموبايلات بتاعتنا بالساعات والساعات. ما نقدرش نقعد ان احنا نركز في عمل ما، ومع ذلك ممكن نقعد قدام التلفزيون برضو ساعات لفترات طويلة وبدون ملل وبدون ما نفقد تركيزنا. ومع ذلك لو جينا نقعد مثلا نص ساعة عشان نذاكر بيبقى صعب قوي. طب ايه اللي بيحصل؟ مع اننا ممكن احيانا نكون متحمسين لامر ما، حاجة معينة هعملها وانا متنشطة جدا يلا ومتحمسة، واول لما اقعد كده ايه ده، احس ان انا مش قادر، مع ان انا يعني من جوايا عارفة ومتأكدة ان المذاكرة اللي هذاكرها او الدراسة اللي هنخرط فيها او الشيء اللي انا هقعد اعمله ده شيء مثمر، ويعني هيعم عليا بفايدة طويلة المدى، ومع ذلك برضو نسيب الحاجة اللي هتفيدنا قوي 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 ونقعد نتفرج على التلفزيون او نتفرج على فيديوهات او نلعب فيديو جيمز او نقعد نتكلم مع اصحابنا او حاجة زي كده. فدايما كنت بفكر ليه احنا كده، ليه احنا الحاجات المفيدة بنبقى كسالة قوي فيها، والحاجات اللي مش مفيدة بنلاقي عندنا طاقة فيها. في يعني صديقة من الصديقات قالت لي أصل الحاجات دي سهلة، فقعدت أدور هل فعلا لعب الفيديو جيمز وإن الواحد يقعد يدور على السوشيال ميديا أو يتفرج على التلفزيون والكلام دوا أنشطة سهلة؟ لقيت إنها لأ، مش أنشطة سهلة ولا حاجة، دي بتتطلب تآزر سمعي بصري عضلي وتفكير كبير جدا. لعب الفيديو جيمز بيتطلب مهارات في التفكير وسرعة الحركة واتخاذ القرار. تخيلوا الجيمز بتعمل كده، السوشيال ميديا عشان نقعد بالساعات على السوشيال ميديا احنا بنستهلك طاقة، عشان كده لما بنقفل الموبايلات بتاعتنا نلاقينا صدعنا. فالانشطة دي مش سهلة، بالعكس دي نشاط صعب برضو، وفي منها بيتطلب مجهود كبير يمكن اكتر من حاجات تانية مفيدة زي المذاكرة او الشغل او ان انا اعمل اكسرسايزز او امارس الرياضة او اشتغل على يعني على مشروع جانبي مثلا انا بعمله او حاجة. برضو تلاقي متحمسين شوية وبعد شوية نفتر وننخرط في هذه الانشطة والاعمال اللي ملهاش اي قيمة ولا ليها اي فايدة ولا اي عائد على حياتنا. احنا وقعنا في فخ الدوبامين. يعني ايه دوبامين؟ الدوبامين بيقولوا عليه هرمون من هرمونات السعادة، هو ناقل عصبي زي المرسال ما بين الخلايا العصبية وجسمنا، وكل حاجة بنعملها فيها نوع من المتعة والاستمتاع بتخلي جسمنا يفرز هذا الدوبامين. يعني الدوبامين ده هرمون المتعة الاستمتاع، وكل حاجة بنعملها تقريبا بتخلي جسمنا يفرز هذا الدوبامين بس بمقدار متفاوت.
يعني على سبيل المثال، تخيلوا مثلا لو الواحد عطشان قوي 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 وشرب ميه ساقعه وارتوى وحس كده ان هو يا سلام انا ارتويت، جسمنا بيفرز دوبامين. تخيلوا لما ابقى جعان واكل حاجه جميله، لما اشم ريحه اكل حلو يفكرني مثلا يا سلام باكل مامتي وطبيخ مامتي ومحشي مامتي والحاجات دي، جسمنا بيفرز هذا الهرمون مع كل نشاط تقريبا احنا بنعمله، ولكن بنسب متفاوته. الدوبامين هو اللي بيخلي عندنا الرغبه ان احنا نعمل حاجه، الرغبه اني اروح الثلاجه وافتح واطلع علبه الايس كريم واقعد اكل فيها، لان اكل الايس كريم خلى جسمي يفرز هذا الدوبامين واحس بالمتعه والنشوه، ويعني حاجه جميله جدا. نيجي بقى مثلا اني عايزه استيقظ بدي عشان العب رياضه، في مجهود ممكن يكون قوة الدوبامين المفرز ده مش بقوة الدوبامين الكمية اللي بيفرزها الجسم في أنشطة أخرى. في تجربة يعني تجربة مزعجة على الأقل ليا أنا نفسيا، العلماء، ودي تجربة قديمة مش جديدة، من الخمسينات. جم العلماء عملوا إيه؟ زرعوا أقطاب كهربائية في المخ بتاع الفيران، مجموعة من الفيران، وعملوا كده زي رافعة أو يد، كل ما يشدها الفار القطب اللي اتزرع في نافوخه ده يدي يعني دفقة صغيرة من الكهرباء، بس فين بقى؟ في مركز المكافأة. مخنا ربنا سبحانه وتعالى قسمه مراكز، وكل مركز مسؤول عن حاجة معينة، ففي مركز في مخنا مسؤول من ضمن حاجات تانية انه هو يدينا احساس بالمكافأة، احساس بالمتعة، انا عايز ده تاني وتاني وتاني. فالعلماء لقوا ان الفيران بقى عندها شغف قوي جدا انهم يسحبوا اليد دي عشان القطب اللي مزروع في نافوخه ده يديله دفقة الكهرباء في مركز الاستمتاع أو مركز المكافأة، فيعني إيه يبقى مبسوط الفار. والفيران اللي عملوا يعني فيها الكلام دوة وصلت لمرحلة إن هم تجاهلوا الأكل والنوم والراحة وكل حاجة، وكل همهم في الحياة انهم يضغطوا على اليد دي عشان يدوا لنفسهم هذه الدفقات في مركز الريورد او المكافأة اللي في مخهم، اللي كمان بيخلي جسمهم يفرز هذا الدوبامين لدرجة ان في فيران ماتت من كتر الارهاق. عشان كده لازم ناخد بالنا قوي من ان الهرمونات السعادة دي اسلحة ذات حدين، في نفس الوقت اللي هي بتدينا السعادة والنشوة والحماس ان احنا نعمل حاجة، لما بتزيد كميتها في اجسامنا بنسب عالية قوي 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 مرتبطة بانشطة معينة، ده ممكن يعني يأثر على حياتنا تأثير وحش جدا جدا. ولما قدموا للفيران الأكل قدامها اختارت انها تشد اليد دي عشان تاخد دفقات الكهرباء السعيدة دي وتجاهلت الأكل، لكن لما حطوا لها الأكل في بقها أكلت. وده أحيانا اللي احنا بنعمله، تلاقي أمهات أولادها مش بذلين جهد معين عشان يحصلوا على يعني ريورد معينة، مكافأة معينة، عشان ينالوا أو يحققوا نجاح معين، وتيجي الأمهات
يعني ايه، تسهل عليهم كل حاجة، تأكلهم في بقهم. يقول لك بيسقيلوا العلم بالمعلقة، يعني مش ما عندوش اي مجهود عشان يحصل على هذه المكافأة، فيتعب نفسه ليه؟ فخدوا بالكم ان احنا مش بعاد قوي من الفيران، احنا كمان شبه الفيران. وفي حياتنا اليومية، في الأنشطة اليومية اللي احنا بنعملها، مخنا بيرتب أولوياته بناء على ايه؟ بناء على النشاط اللي بيدينا دوبامين اكتر. يعني النشاط اللي بيحفز دوبامين قليل ما بنعملوش قوي وبيبقى تقيل على قلبنا. يعني مثلا سهل عليا ان انا البس واجهز وامشي في طريق مع الحر والقرف والزحمه، واوصل اقابل اصحابي ونقعد في كافيه ونقضي وقت لطيف جدا جدا، وارجع البيت مش قادره انظف، مش قادره اعمل اي حاجه. الله، ده انا كنت من ثواني في قمه نشاطي. ليه بقى؟ لان التنظيف بي 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 بيطلق شوية دوبامين صغيرين، لكن القعدة والخروجة والفسحة خلتني يعني جسمي يفرز دوبامين أكتر. فطبعا لازم أبقى مكسلة في أن أنا أقوم واشتغل ونظف المذاكرة. في كمان نقطة مهمة جدا فكرتني بيها مثال المذاكرة ده. الجايزة نوعين، جايزة لحظية بحصل عليها دلوقتي حالا، أنا وأنا قاعدة مع أصحابي أنا مبسوطة، لما بروح البيت عشان أذاكر أو أشتغل أو أنظف البيت أو أعمل أي حاجة، الجايزة مؤجلة، المكافأة بتاعت هذا العمل مؤجلة، بقعد أذاكر مدة طويلة عشان في الآخر أنجح في الامتحان. لكن وانا بلعب الفيديو جيمز في ساعتها بحصل على هذه المكافأة او الجايزة او المردود الكويس في ساعتها في لحظتها. فكل ما نعمل نشاط معين او سلوك معين مرة ورا مرة ورا مرة، بنود من هذا السلوك لان احنا بنود من الدوبامين اللي بناخده منه في لحظتها. وده يمكن تشوفوا الشباب أو الرجالة مثلا اللي مدمنين على الأفلام المش حلوة، الأفلام الإباحية، لأنها بتخلي جسمه في حالة استثارة ومخه في حالة استثارة، والجائزة لحظية بدون جهد بدون تعب بدون عناء بدون حتى تفكير، فبيبقى إدمان. عشان كده أنا بفكر في الدوبامين إن هو فخ، لان احنا دايما بنبقى عايزين هذه المكافآت الفورية لكل سلوك احنا بنعمله. فطبعا اي سلوك تاني ما بيديناش هذه المكافأة الفورية، طب يعني اختاره ليه؟ اديله اولوية ليه؟ بالضبط زي مدمنين المخدرات. مدمنين المخدرات بيبقوا عارفين ان اللي بيعملوه ده غلط، وان تأثيره وحش، وان هو مؤذي، وان هو بقى انسان وحش، ومع ذلك مش قادر، لان في مادة كيميائية الجسم كون اعتمادية على هذه المادة مثلا زي الكوكايين، ويبتدي المدمن بجرعات قليلة بسيطة وتعلى تعلى تعلى، لان الجرعات القليلة دي ما عادتش كافية بالنسبة له، اديني الاكتر اديني الاكتر. لان خدوا بالكم ان يعني مثلا في تجارب عملوها على مدمنين الهيروين، الهيروين بيعمل بيطلق كميات كبيرة ومهولة في داخل جسم المدمن من هرمون الدوبامين، اللي هو بيبقى خلاص مش قادر يفانكشن، مش قادر يشتغل اكتر من كده بدون هذا الكميات الكبيرة من الدوبامين دي. احنا كمان لما تلاقي حد مثلا مدمن على حاجة معينة، انه يتفرج على حاجة معينة، او انه يلعب لعبة معينة، او انه تتكلم في التليفون مع اصحابها، او تقعد بالساعات تفر الصور على الانستجرام، او اي حاجة من الحاجات دي، احنا اصبحنا مدمنين للدوبامين بكميات غير طبيعية.
فبقت الأنشطة الحياة العادية التانية ما بقتش كافية، ما بقتش مجرد اني لو شربت كوباية مية ساقعة وارتويت اني هبقى مبسوطة، لأ. وطبعا يعني السيلفون والأفلام والصور والألوان والأشكال والحاجات اللي بنتفرج عليها وبنشوفها قدامنا على كل الشاشات اللي موجودة ومتاحة لينا، بتخلي أدمغتنا تفرز الدوبامين ده بكميات كبيرة قوي بشكل غير طبيعي، غير طبيعي. فبنبقى بقى يعني إيه مدمنين للدوبامين، فبنعمل السلوكيات وبنعمل الأنشطة اللي بتخلي جسمنا يفرز الدوبامين ونحس بنوع من أنواع المكافأة اللي قلت لكم عليها دي، ليه المكافأة اللحظية اللي في ساعتها. وتحولنا لهذه الفئران اللي قاعدة عمالة تشد 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 في اليد اللي العلماء عاملينهم لها الباحثين عشان مخها يفضل ياخد هذه الشحنات الكهربية اللي بتحفزه انه يصنع لها جرعة جديدة من الدوبامين، لدرجة انها بتنسى الاكل والشرب والنوم. وبتحصل ايه بقى؟ بتحصل لخبطة بيولوجية في جسمنا. واحنا يعني جسمنا ربنا سبحانه وتعالى خلقه بميكانيزمات تخلي فيه نوع من الاستقرار. لما احنا بنبوظ هذا الاستقرار بان احنا بنخلي يعني بنخلي الظروف الكيميائية في جسمنا مش متوازنة، فبيحاول الجسم انه يتكيف معاها، بيحاول انه يتكيف معاها. زي مثلا لو احنا الجو برد تلاقينا بنترعش، بيقولك الرعشة دي بتخلي الجسم يولد حرارة شوية تسخنه عشان يقاوم الجو البارد، او مثلا نفرز عرق اكتر عشان درجة حرارتنا تقل، ده لو احنا في مناخ حار. ليه؟ عشان الجسم همه الاساسي انه يحافظ على درجة حرارتنا متوازنة، وكل المواد الكيميائية اللي في مخنا وفي جسمنا تبقى متوازنة. فلما احنا بقى بسلوكياتنا وبتصرفاتنا نعمل هذا الخلل في التوازن، نعمل ايه بقى؟ نصلح الخلل ازاي؟ اللي بيسموها يعني علماء النفس وعلماء الاعصاب دوبامين ديتوكس، ننقي جسمنا من الكميات الكبيره بتاعه الدوبامين دي. انا بسميه فطام الدوبامين، نفطم نفسنا عن الدوبامين. نلاقي مثلا في شخص عايز يلعب جيمز، فيديو جيمز كتيره قوي قوي قوي، يبتدي طبعا لازم يكون واعي ان هو في مشكله وان ادمانه للالعاب دي اثر على شغله واثر على دراسته واثر على واثر على علاقته باسرته باصحابه بكل الناس، ياخد القرار ان هو يقلل الساعات. انا بقعد 4 ساعات، خليني اقعد 3 ساعات ونص. اليوم اللي بعده يقلل كمان 10 دقايق، ويقلل 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 كده، بيخلي الجسم يرجع تاني يفرز كميات معقولة من الدوبامين اللي هو اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ان احنا نعمله علشان نستمتع بالأنشطة اللي بنعملها بمستويات مختلفة. فكل واحد فينا يشوف ايه السلوك اللي احنا مدمنينه، ايه الحاجة اللي احنا ادمناها وبنقضي فيها وقت طويل، ايه الاكل الوحش اللي احنا عارفين ان هو مضر لينا بس احنا ادمناه، ونبتدي ندخل انشطة تانية معاها ونسحب الوقت من هذه الانشطة عالية الدوبامين ونوجهها شوية للأنشطة اللي هي منخفضة الدوبامين. شوية شوية هنرجع البالانس تاني في حياتنا. خدوا بالكم ان دي حاجة مش هتحصل ما بين يوم وليلة،
وهنرجع تاني على فكرة وهنغلط تاني، بس أهم حاجة إن إحنا ما نيأسش وإن إحنا نفضل ورا نفسنا لغاية ما نخلص في طعم الدوبامين اللي بقولكوا عليه ده، أو الدوبامين ديتوكس، التنقية جسمنا من الدوبامين الزائد والسلوكيات اللي مرتفعة الدوبامين دي اللي مش بتفيدنا ولا بتوصلنا لتحقيق أهدافنا. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.